السلام عليكم. في الفيديو دوت هنتعلم ازاي نعمل جوب جديد لجهاز جي بي اس سي اتش سي نافيجيشن. هنعرف كل حاجه عن الجوب. يلا بينا نروح للكنترولر عشان نسوي جوب جديد. يلا بينا. بص يا شباب، ديت الايقونه اللي ديت الشاشه الرئيسيه اللي بتظهر لك، بتخش على حاجه اسمها لاند ستار. هنا بتخش على لاند ستار 7، ده الفيرجن ده قديم، فيه لاند ستار 8 طبعا هنشرحها ان شاء الله. ديت هنا بيدخلك على حاجه اسمها الاربع ايقونات دول، اللي هو السيرفي وبروجكت سيرفي كونفيجريشن تولز. اللي يهمني دلوقتي، انا عاوز اعمل جوب جديد، عاوز اعمل جوب جديد. الجوب الجديد دلوقتي انا بخش هنا من بروجكت على بروجكت اللي هي المشاريع عندي، بعمل هنا في بنزل تحت هنا في نيو لو عاوز اعمل جوب جديد، لو عاوز امسح هنا جوب واختار الجوب وامسحه، وبس ما يكونش مفتوح يا شباب. امسح جوب موجود عندي، لازما الجوب ما يكونش المفتوح حاليا، يكون جوب مش مفتوح او شغال عليه. بعمل حاجه اسمها هنا اوبن لو عاوز افتح جوب عندي قديم. فانا اعمل جوب جديد، الفيديو اعمل جوب جديد النهارده. هنا بيقول لك ايه كرييت هنا بروجكت، هنا بتدخل هنا حاجه اسمها بروجكت اللي هو النيم، اسم البروجكت بتاعك. فانت عاوز تسميه مثلا تاريخ اليوم، هو جاتب لك التاريخ تحت اهوت اوتوماتيك، او تسميه باسمك او اي اسم انت محتاجه. وانت بتخش هنا وتضيف هنا مثلا، هنا بيظهر لك هنا اهوت عاوز تضيف اي اسم موجود عربي او انجليزي عندك، تمام، او تاريخ اليوم. هنا بتختار هنا سيرفيور از نيم. انت الجهاز دوت لو مثلا بيشتغل عليه كذا واحد، فانت ممكن تكتب هنا اسمك او تبلغ اللي بيشتغل عليه يكتب اسمه، او عشان نعرف مين اللي عمل الرفع المساحي دوت او الشغل اللي انت اشتغلته، تمام. فانت بتكتب هنا اسمك في سيرفير از نيم، وهنا اديت هنا التاريخ طبعا انت بيجي اوتوماتيك، والتايم زون ده بيبقى اوتوماتيك او بتخش تعدله على حسب الدوله اللي انت فيها. والكوردينيت سيستم دي اهم شيء يا شباب، يعني انت اهم حاجتين اللي هو اسم الجوب في النيو جوب والكوردينيت سيستم، دي اهم حاجه عندك. طب انا عاوز اعرف الكوردينيت سيستم بتاعي. انا في علامتين ممكن تعلم عليهم. العلامة الأولى ديت، العلامة اللي هي اللي تحت ديت، أخش هنا أنا لو عاوز أدخل جوب نفس إعدادات، يعني مثلا الجوب اللي أنا عامله نيو دوت عاوز أخليه نفس إعدادات جوب قديم، نفس الإحداثيات، نظام الإحداثيات ونفس الزون بتاعي. فأنا بختار مثلا هنا أي جوب أنا نفس الإعدادات بتاعته اللي هو الكوردينيت سيستم بتاعه. أو لو أنا عاوز أضيف هنا الكوردينيت سيستم، بخش هنا اهوت انا سيلكت كوردينيت سيستم، بخش هنا يو تي ام دبليو جي اس 84 الزون 38. انا هنا تشوف الزون بتاعك اللي انت قاعد فيه، مثلا انا هنا في الرياض زون 38 نورث، فبختار هنا الزون وبعمل سيلكت. خلاص هو بيدخلني هنا على كذا هنا صفحه، انا بعمل اكسبت على طول. تمام، انا كده اخترت الزون بتاعي. كود ليست نفس الشيء، بيجي لك هنا علامتين. لو عاوز اخش مثلا هنا اهوت على مكتبه اكواد لجوب قديم بختاره مثلا اهو، او تمبلت. انا مثلا عندي هنا، انا عندي هنا عامل مكتبه اكواد هنا باسمي مثلا، اروح جاي مختاره مثلا احمد كود اهو، اروح جاي عامل هنا ايه اكسبت. خلاص يبقى اهم حاجتين عندي اللي هو الاسم والكوردينيت سيستم. الكود ده انت ممكن تدخله يدوي عادي، مفيش مشكله وانت شغال. سيرفي اوبشن انت عاوز تعمله خليه ديفولت او زي الجهاز، او سيت از ديفولت مفيهاش مشكله. هنا برضك الانجل درجات دقائق ثواني انت عاوز تغيرها مفيهاش مشكله برضك، والهوريزنتال يونت انت عاوز تخليه متر او فيت او اي شيء، بس انا بشتغل هنا بالمتر. والفيرتيكال نفس الشيء. وكوردينيت ديسبلاي اوردر انت عاوز تبدا مثلا الاحداثيات بتاعتك بالنورث والايست او الايست او النورث، انا مثلا ببدا هنا بالايست او النورث. والستيشن عندك اللي هي الديسبلاي بتاعتك انت عاوز تخليها شكلها عامل ازاي، فبتضغط هنا او تكتب هنا مثلا بنش مارك بي ام، تمام. وعاوز شكلها تبقى عامل ازاي الارقام، انا عاوز مثلا تخليها اخليها مثلا بوينت 3 اصفار اللي هو بنش مارك اهوت، يعني 3 ارقام بعد العلامه. خلاص وروح جاي قايل له هنا ايه هنا اوكي.
تمام. هنا كده عامل لي جوب جديد يا شباب، ابدا بقى اخش على كونفيجريشن واعمل ربط ما بين الكنترولر والبيز والايه، ما بين الكنترولر والبيز والروفر كده. خلاص انا عملت ايه جوب جديد، اخش هنا مثلا ده الجوب بتاعه اهوت، انت ممكن تسميه عادي بالتاريخ او باسمك ما فيش مشكله، بس انا اخترت الديفولت بتاع الجهاز. وبس كده شباب، قدرنا في الفيديو دوت ان احنا نعمل جوب جديد. سلام عليكم.